ايضا الترجي سجل في الثاني وكان قل التركيز مع انطلاقه كل شوط للهلال هي تكلف الاقصاء. والحقيقه بكل امانه بكل صراحه قطع نظر على تونسي الترجي كان افضل في الماتشين. وكره راس راس ما ضيعهاش ابو عزي، والهدف الثاني، والهدف الثاني الهوندا، الهوندا يسجل الهدف الثاني، الهوندا ابو عزي يسجل ثاني الاهداف في وقت الكلام على افضليه الترجي في المباراتين. الترجي بالثلاث يصل لنهائي الشامبيونز ليج. هدف اول من يوسف، هدف ثاني، هذا اللي قلت لك الكونتر اتاك، لكن صورت يوسف الاسلامه في الاخير القربي، القربي والدراوي، والكره توصل بوعزي واجدي يخرج راس راس ويحط الكره في الشباك في مرمى محجوب على يمين المحجوب. تدخل سليم وباس ممتاز في العمق والكره ينسل فيها بوعزي ويسجل في الدقيقه 90. 2-0 للترجي الرياضي التونسي.